مشاهدين ساعة مع نبيل مساء الأنوار. فيروس كورونا بقى أمر واقع موجود بالفعل، هيتم التعايش معاه في الفترة المقبلة، لكن يا ترى هنتعايش معاه إزاي؟ الفيروس حصر نفسه بين نقطتين متباعدتين تماما عن بعضه، بين التهويل والتهوين. التهويل اللي وصل للذعر والخوف والهلع اللي ممكن يسبب أمراض أكتر أو أصعب بكتير من كورونا، وبين التهوين الناس اللي بتقول يا عم إيه اللي هيحصل سيبها على الله. محتاجين إن فيروس كورونا يكون وسط بين التهويل والتهوين بوعي وإدراك المرحلة المقبلة. النهاردة في ساعة مع نبال خطة التعايش مع كورونا. مشاهدينا أهلا بيكم بعد الفاصل. مشاهدين ساعة مع نبال، الفترة المقبلة فترة التعايش مع كورونا، وإزاي إحنا هنقدر نتعامل مع هذا الفيروس في الفترة الجاية. النهاردة خطة التعايش مع كورونا، إزاي نقدر إن إحنا الفترة الجاية نمارس حياتنا بشكل طبيعي ونحمي نفسنا ونمنع انتشار العدوى. ده اللي هنحاول ان احنا نوصله لحضراتكم النهاردة. احنا وزارة الصحة والسكان طبعا بتهيب السادة المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة بأثناء الخروج من المنزل، ويستمر ذلك حتى إشعار آخر. الفترة اللي جاية هيكون في استعدادات بشكل مباشر على كيفية التعايش مع كورونا الفترة المقبلة، وده بأخذ الاحتياطات الاحترازية اللي تحمينا وتحمي الأفراد أسرنا وتخلينا نقدر إن احنا نمارس الحياة بشكل طبيعي. طبعا عندنا محاور رئيسية عشان نقدر ننفذ الخطة، خطة التعايش مع كورونا. تحديد اشتراطات أساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة، استمرار كافة الأنشطة الاجتماعية والحد من التزاحم، الحفاظ على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة والأنشطة الذكية لتفادي التجمعات وتشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة. علشان نقدر ان احنا ننفذ الخطة لازم تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى دي بتكون مرحلة الإجراءات المشددة، ودي بتكون فوري. البداية بتكون تطبيقها مباشرة، والنهاية بتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية. المرحلة الثانية بتكون مرحلة الإجراءات المتوسطة، مدتها 28 يوم. البداية بتاعتها بتكون نهاية المرحلة الأولى، والنهاية مرور 28 يوم. المرحلة الثالثة مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، ودي بتكون مستمرة معانا في الفترة المقبلة إن شاء الله، والبداية بتكون نهاية المرحلة الثانية، والنهاية مستمرة حتى إصدار أو إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض. كل مرحلة ليها ملامح. المرحلة الأولى وهي الإجراءات المشددة طبعا ليها ملامح معينة ويجب الالتزام بها بشكل يعني قوي.
الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات، إلزام الجميع بارتداء الكمامة عند خروجه من المنزل، إلزام أصحاب الأعمال والمولات بوضع وسائل التطهير الأيدي على الأبواب، والحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحلات التجارية، وغير مسموح بفتح السينمات والمسارح والكافيهات وأي أماكن ترفيهية يكون فيها تزاحم أو تجمع. طبعا لو في أي حالة بتظهر من الحالات طبعا لابد من التواصل مع 105 أو الطبيب، دي لو كانت الأعراض قوية، أما لو كانت الأعراض بسيطة فممكن يتم العزل داخل المنزل، وبيكون في إرشادات وتوجيهات معينة على طريقة التعامل مع الأعراض أو مع المصاب. في أعراض معينة بتظهر في على المريض زي ارتفاع درجات الحرارة أزيد من 3 أيام، صعوبة في التنفس، ضيق في التنفس، نهجان، وأعراض أخرى تم ذكر اتذكرت أكتر من مرة ولفتنا نظر المشاهدين ليها. من الحاجات اللي وزارة الصحة أصدرتها إن عدم فتح صالات الجيم وقاعات الاحتفالات أو الاستراحات المغلقة بالأندية في تلك المرحلة، وتخصيص عربة كاملة لكبار السن والحوامل في المترو، وإضافة مقاعد خاصة لكبار السن والحوامل في جميع وسائل النقل الأخرى. من الحاجات المهمة جدا تشجيع الدفع الإلكتروني، وده لنشر هذا السلوك بين المواطنين خاصة بالمولات التجارية. تشجيع الشراء باستخدام الشراء الإلكتروني، خدمات الشراء الإلكتروني الأونلاين أو عن طريق الدليفري، وطبعا ده للحد من العدوى، وطبعا المفروض إن الموظف اللي بيقوم بتوصيل الطلب لازم يكون مدرب وواخد كل الاحتياطات الوقائية الكافية لحمايته وحماية العميل اللي بيتواصل معاه وبيتعامل معاه. ملحوظة مهمة جدا إن في حالة التعامل مع الدليفري يفضل إن اللي يتعامل معاه أحد أفراد الأسرة الأصحاء، وفي حالة عدم وجود أي شخص مع المصاب وهو المضطر إن هو يتعامل مباشرة مع الدليفري، ففي احتياطات لازم يحطها في الحسبان، انه يغسل ايديه بشكل جيد بالماء والصابون في مدة لا تقل عن نصف دقيقة، وارتداء الكمامة الوقائية، وارتداء جوانتي طبعا بعد غسل اليدين وارتداء الكمامة، اعطاء المقابل المالي عن بعد، ودي من الحاجات المهمة جدا في الفترة القادمة، ان دايما التعامل يكون عن بعد وان يكون في مسافات كافية بين الأفراد. المرحلة الثانية، مرحلة الإجراءات المتوسطة، وزي ما قلنا مدتها 28 يوم، الفرز البصري والشفوي لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات، إلزام الجميع بارتداء الكمامة، إلزام أصحاب الأعمال والمولات بوضع وسائل التطهير، الحفاظ على كثافة متوسطة داخل المنشآت والمحلات التجارية، غير مسموح بفتح أماكن الترفيه والسينما والمسارح طبعا وكل ما يخص أماكن الترفيه. المرحلة الثالثة، مرحلة الإجراءات المستمرة والمخففة، وزي ما قلنا إن دي مستمرة معانا، الالتزام بالتهوية الجيدة، منع التزاحم، في حالة توصيات منظمة الصحة العالمية باعتماد لقاح آمن وفعال، بيتم البدء في تلقي اللقاح اللي هتصدرها وزارة الصحة والسكان.
النظافة العامة، التقيد بالاشتراطات الصحية لمتداولي الأطعمة في المطاعم والفنادق، واستمرار ترصد المرض وتنشيط الترصد حال ظهور أي حالات جديدة. في بقى بروتوكول عشان نقدر نتعايش مع كورونا الفترة القادمة إن شاء الله. في بروتوكول لكل منشأة وأي جهة بنقوم بالتعامل معها عشان نقدر طبعا نعيش حياة طبيعية ونمارس حياتنا بشكل طبيعي. بالنسبة للمؤسسات والشركات يعني في المرحلة المشددة طبعا ممنوع دخول أي شخص للمنشأة أو الشركة بدون ارتداء الكمامة. الحرص على تطهير وتنظيف الأماكن المشتركة اللي بين العاملين، الحرص على تطهير الحمامات بعد كل استخدام، ان احنا يعني ان المؤسسه والشركات طبعا بيدربوا العاملين على كل البنود اللي احنا بنذكرها وبنقولها دلوقتي. التاكد طبعا من تطهير مداخل اماكن العمل واماكن الزوار بشكل مستمر، غلق جميع اماكن التجمع والترفيه تماما داخل أماكن العمل، أن يتم تزويد العملاء والموظفين بمطهرات الأيدي وكل الأدوات الوقائية اللازمة. في نقطة يا جماعة مهمة جدا وموضوع المكيفات، يعني من الحاجات الضرورية جدا أن إحنا ننتبه ليها، مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع طبعا التزام الشخص اللي بيقوم او المسؤول عن هذه المهمه ان هو يكون يعني لابس ويعني معاه كل ادوات التعقيم الكافيه اللي تحميه، ومدرب كمان على تنظيف المكيفات وفتحات التهويه بشكل معين لعدم انتشار العدوى. منع التزاحم، اتباع سياسات مكافحة انتقال العدوى بالتعامل مع النفايات وبطريقة أمنة، غلق صالات الطعام، الحفاظ على التهوية الجيدة. كل مؤسسة وشركة بيكون في ليها تقييم صحي، وده عن طريق قياس درجة الحرارة الموظفين مرة عند الدخول ومرة في منتصف اليوم. طبعا حرص المفروض طبعا ما فيش طبعا موظف او عميل يدخل المؤسسة او الشركة من غير الكمامة. ممنوع ان اي موظف يظهر عليه اي علامة من علامات المرض ان هو طبعا انه يعني يدخل او ان هو يذهب الى العمل. توفير مكان للعزل المؤسسة او الشركة لابد ان تقوم بتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة. بالنسبة لي للمولات والأسواق كمان ليها بروتوكول معين. طبعا ممنوع تماما دخول أي شخص بدون الكمامة. توفير المواد المطهرة للعاملين والعملاء، تطهير الأماكن على مدار اليوم بشكل جيد، تزويد الموظفين زي ما قلنا بمطهرات الأيدي، تنظيف وتطهير اللاندسكيب، مسح فتحات التهوية، منع التزاحم، اتباع سياسات مكافحة انتقال العدوى. طبعا المطاعم هتكون مغلقة طبعا لمنع التزاحم، الحفاظ على التهوية. برضو هيكون داخل المولات والأسواق هيكون في تقييم صحي، ان في حالة ظهور اي حالة من الحالات لازم الإبلاغ عنها، وإن يكون في مكان مخصص للعزل داخل يعني للناس اللي بيظهر عليهم أي أعراض. معلش هتقولنا المولات والأسواق بعد إذنكم.
كمان في المولات من البنود اللي يجب الالتزام بيها ان هم يقوموا بتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة طبعا ان الاشخاص طبعا كل الموظفين يكونوا بيرتدوا الكمامه، وان هم كمان يوفروا منافذ لصرف الكمامات والمواد المطهره والتاكد من توافر كميات كافيه. من النقطه المهمه جدا في المولات والاسواق ان تطبيق سياسه عدم السماح بالاسترجاع، وان الادوات التجميليه لا يتم يعني تجربتها، والملابس اللي بيتم قياسها او ان لازم يكون في تعقيم ليها. طبعا كل اللي احنا بنقوله ده للحد من انتشار العدوى، وعشان نقدر نتعايش الفترة المقبلة مع فيروس كورونا. هنروح بعد كده للمصانع، وبرضو في مراحل الإجراءات المشددة والمتوسطة والمخففة. بالنسبة للمصانع طبعا من البنود المهمة جدا بند تنظيف وتطهير الأسطح على مدار أوقات العمل، طبعا ببنود معينة، يعني مش عايزين نكرر تاني نفس الكلام اللي احنا بنقوله، وأن يكون فيها تقييم صحي عند نقاط الدخول، يعني أي عزل العمال المشتبه بهم حتى وصول السلطات. المفروض يكون في غرفة عزل داخل المصنع عشان لو حصل أي ظهور أي حالة من الحالات. قياس درجة الحرارة، و يعني لابد من تدريب العمال بشكل قوي على كل الاحتياطات الاحترازية اللي احنا بنذكرها. بعد كده بالنسبة للتعامل مع وسائل المواصلات، في إجراءات احترازية فردية، طبعا الكمامة، تطهير، مراعاة طبعا الحد الأقصى للأفراد بكل عربة، حالة وجود مصاعد بالمحطات، يعني الالتزام بالحد الأقصى للركاب. لو في طابور لازم يكون في مسافة متباعدة بين الأفراد. منع التزاحم وتقليص مدة الانتظار بين العربيات، طبعا وده عن طريق طبعا برضو الكمامة أساسي، تحديد وقت قصير بين كل لمعدل التقاطر في محطات المترو والقطار، وطبعا زيادة عدد العربات والقطارات على الخط الواحد. مهم برضو في وسائل المواصلات التهوية الجيدة، يعني مهم جدا الموضوع ده واحنا بنتعامل مع المواصلات العامة. وطبعا لو في تكييفات لابد من انها يتم تطهيرها ومسحها بشكل معين مع الاحتياطات اللي احنا ذكرناها من شوية. في قواعد عامة منظمة للمنشآت، والمفروض والجهات المختلفة، منها ان في لا يجب السماح للكيانات التالية بالعمل أثناء الجائحة لوجود خطر شديد لنقل العدوى، وطبعا منها أماكن الترفيه، السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، المطاعم، الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات، صالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية، واستمرار خبر يعني مش ظريف للعرايس المقبلين على الزواج، عدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات طبعا للحد من التجمع.
كمان رفع الوعي بين الموظفين، وده طبعا بيكون عن طريق تدريبهم، وطبعا ان المفروض ان كل شركة تكون مسؤولة عن تدريب الموظفين في كيفية التباعد، في استخدام المواد المطهرة، في ازاي ان هو يحمي نفسه ويقدر ان هو يحمي الافراد اللي بيتعامل معاهم، الحد من انتشار العدوى، ترصد المرصد بالمنشأة، وده الالتزام بالكشف على درجة حرارة جميع المترددين على المنشأة. وفي قواعد عامة خاصة بالمواطنين لرفع الوعي لدى المواطن. الكمامة يا جماعة زي ما قلنا، وتتولى المنشآت وسائل النقل الرقابة على عدم الدخول إلا لمرتدي الكمامات في المرحلة المشددة، الالتزام بالبقاء بالمنزل وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية بالنسبة لكبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة. المحافظة على التباعد زي ما قلنا، ان عدم استخدام اي ادوات مشتركة، والاحتفاظ بالمستلزمات الشخصية. في سياسات التعامل مع المنسوجات بالفنادق والمنزل، وده طبعا هيتم تدريب كل العاملين في الفنادق اللي هيتم التصريح ليهم بالعمل، طبعا باجتياز شروط معينة، ان هم طبعا بيحصل لهم تدريب في كيفية التعامل مع النزلاء وكيفية التعامل في تطهير وتعقيم الغرف والتعامل مع المنسوجات والملابس داخل الفنادق. سياسات مكافحة انتقال العدوى الخاصة بعمال النظافة العاملين مع النفايات، برضو ده بيتم تدريبهم بشكل معين عشان يعني يلتزموا، ولابد من الالتزام بالقواعد، الزام عمال النظافة والعاملين على جمع النفايات بارتداء الوقايات الشخصية، وغسل الأيدي بالماء والصابون قبل قلع القفازات، ممنوع تناول مأكولات أثناء ارتداء الواقيات الشخصية وخلال فترة العمل، التنبيه بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون. بعد انتهاء العمل بيقوم عمال النظافة وعمال النفايات بخلع الوقايات الشخصية بطريقة آمنة، وطبعا في إشراف مشرف الدور بيكون مشرف على كل الاحتياطات اللي احنا بنتكلم عليها. مطلوب مننا الفترة القادمة ان في أسطح مشتركة مطلوب دايما الحفاظ على نظافتها، بنتعامل معاها تقريبا بشكل مستمر، العربات والسلات، ماكينات الدفع، المكاتب والكراسي، الاستراحات، الطاولات، الكراسي، مقابض الأبواب وأماكن دفع أو سحب الأبواب، الترابزين، أحرف السلم المتحرك، الحنفيات، المياه والحمام، المفاتيح، التليفون الثابت، أي حاجة إلكترونية مشتركة بين الأفراد. يعني مطلوب إن إحنا ناخد كل الاحتياطات الاحترازية الفترة المقبلة لنتعايش مع كورونا، ونقدر إن إحنا نعيش حياة طبيعية، ونقدر إن إحنا نقلل من انتشار العدوى، وكمان نتعامل ازاي ونستوعب بوعي وادراك. في الفترة او يعني النهاردة وامبارح كان في رواد التواصل الاجتماعي في حالة من الرفض والهجوم الشديد على بيع بلازما الدم. طبعا أكيد حضراتكم سمعتم الموضوع،
وسمعتم ان ممكن دلوقتي ان عن طريق البلازما من الناس المتعافيين من كورونا ان هم يقوموا ب يساعد على شفاء مريض اخر. لكن الموضوع اخذ اتجاه تاني خالص، ايه السبب فيه؟ ايه الهدف؟ مش عارفين. الموضوع اتحول لتجارة، وتجارة بشكل عنيف. يعني تخيل انت في يوم من الايام كنت تعبان وبتموت وبين الحياة والموت، وكنت بتتمنى ان اي حاجة تساعدك على الشفاء، ولما قدرت تاخد نفسك وقدرت انك تمارس حياتك وتشفى، استغليت حاجة زي كده عشان تكسب من وراها وتشفي بيها شخص آخر. احنا معانا الدكتور عبد الغني سليم. اهلا 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 استاذه نبال. اهلا يا فندم، ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيبه يا ست الكل. حضرتك يا فندم شايف ازاي فتره التعايش ان شاء الله مع كورونا الفتره المقبله؟ بداية سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله رب العالمين أن يرفع البلاء عن البلاد وعن العباد. والله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الداء وهو الذي ينزل الدواء. طبعا هذا بلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نتعامل معه، وبفضل الله سبحانه وتعالى طبعا الكل يتحدث، ويعني يبقى الالتزام من الناس. هو مرض كغير من الأمراض، لكن له طبيعة خاصة، فيجب أن نتعامل مع هذه الطبيعة بأن نأخذ الاحتياطات، بأن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على النظافة. ونحن الحمد لله ديننا يدعونا إلى الوضوء 5 مرات في اليوم، فنسأل الله رب العالمين أن يعني إيه يرفع ويكشف الهم ويكشف البلاء، وأن يشفي كل مريض، وأن يحفظنا جميعا مسلمين وغير مسلمين، إنه على كل شيء قدير. دكتور اسمح لي، حضرتك سمعت على موضوع يعني البلازما الدم وبيعها، حضرتك بتشوف الموضوع ده ازاي؟ والله وللأسف الشديد ان احنا مفروض البشر يعني حينما تنزل الجائحة او تنزل المصيبة مفروض نتقرب الى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يفعله البعض، لكن القلة القليلة الذين يصطادون دائما في الماء العكر، الذين يعني لا يرعون الله عز وجل ولا انعدمت ضمائرهم بحثا عن المادة. أولا بالنسبة في البلازما، طبعا بريطانيا وأوروبا وأمريكا والعالم كله ده كان موجود تقريبا من 100 عام أنه بيعالج الفيروس بمضادات حيوية بالبلازما وغيرها. طبعا للمتعافين، الإنسان اللي أصيب بالكورونا وعنده مناعة قوية بتبتدي جهاز مناعته بيطلع اللي هي المضادات الحيوية اللي بتقضي على الفيروس على الفيروس دي، بتتكون في مكان لوحدها، وممكن للعلماء والأطباء يستخلصوها من الدم. طيب ده علاج الله سبحانه وتعالى يعني وهبه للناس، فمن المفترض أولا كما أصدر الأزهر الشريف فتواه بذلك ودار الإفتاء المصرية، وجوب يعني وجوب تبرع الإنسان الذي كان أصيب بالكورونا ثم عافاه الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يتبرع بما يشفي غير. لماذا؟ لأن هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعاون. قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، قال سبحانه وإثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أفضل أنواع الإثار أن تتبرع بشيء لإنسان قد يفقد حياته، فحينما تكون أنت سببا في شفائه، قال الله سبحانه وتعالى فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني يا هذا بالنسبة للتبرع، يعني يا التبرع فندم واجب. يا فندم اللي بيحصل دلوقتي و فكرة بيع الدم لشفاء مريض آخر يتحط تحت أي عنوان؟ أولا البيع المحرم، أنا بتكلم على التبرع. التبرع حتى الباب بالفقه الحكم بجواز التبرع بأعضاء الإنسان أم لا، طبعا فيها خلاف، والرأي الصحيح أنه يجوز التبرع بأعضاء الإنسان بشروط، فكذلك الدم. لكن البيع طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حرم، والقواعد الشرعية معروفة، كل ما لا
يجوز بيع ما لا يجوز أكله لا يجوز بيعه، تمام. وما حر كل ما حرم لا يجوز ثمنه. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا الدم، والله سبحانه وتعالى أيضا حرم علينا الدم، بيع الدم. والله سبحانه وتعالى خلقنا، خلق الإنسان وكرمه، ولقد كرمنا بني آدم، فحينما نقوم ببيع عضو من البني آدم ده يتعارض مع الكرامة التي يعني أوجبها الله سبحانه وتعالى. فالبيع محرم ولا يمكن أن نقيس. بنوك الدم مثلا يا أستاذة نبال، يعني عندنا في المستشفيات تقول لك اشتري كيس دم عشان كذا. بنوك الدم ده بنوك يعني حكومية معمولة للضرورة، مشرف عليها الدولة أو مشرف عليها هيئات طبية، عارفة بتودي لمين وتجيب من مين. لكن موضوع البلازما ده موضوع استغلال، فحينما يستغل انسان حاجه انسان اخيه ليبيعها فطبعا ده محرم. والراي الراجح انه لا يجوز بيع الدم مطلقا بمال، اما التبرع به فهذا ايه؟ فهذا يجوز. فحكم بيع البلازما محرم شرعا كما اصدر دار الافتاء وكما الازهر الشريف وغيرها من المجامع العربيه والفقهيه في العالم العربي كله. وان ضمايرنا محتاجين انها تصحى شويه برضو يا دكتور، يعني ان ازاي احنا يوصل تفكيرنا يعني للانحدار ده، ان احنا نبيع الدم علشان ناخد نكسب منه فلوس، واحنا مرينا بالمرض ومرينا بالتعب ده وشفنا قد ايه كنا بنتمنى اي حاجه بس تنقذنا من اللي احنا فيه. بشكر حضرتك يا فندم وبشكر مداخلتك في ساعة مع نبال. معنا الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية والعلاج الطبيعي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا أستاذ نبال، إزيك؟ أهلا بحضرتك. حضرتك إيه وسائل التغذية اللي المفروض إن احنا نتبعها الفترة الحالية لمواجهة كورونا؟ خلينا مبدئيا بس نقول ان 50% من البروتوكول العلاجي اللي اقرت بيه منظمه الصحه العالميه ولكل المنظمات الصحيه في العالم كله 50% منها بيعتمد على الفيتامينات والمعادن. تمام. اي فيتامين واي معدن بيدعم الجهاز المناعي مهم جدا، وفي جزء اساسي في البروتوكول العلاجي كمكمل غذائي. تمام. مش كاكل. تمام. زائد تنظيم الاكل، زائد ممارسه شويه رياضه، واي حاجه هتدعم المناعه ليها 50% من البروتوكول العلاجي. تمام. طيب ايه؟ اتفضل يا فندم، سامع حضرتك. الفيتامينات اللي بتدعم المناعه واللي بتشغل حيز كبير جدا من البروتوكول العلاجي هو فيتامين سي، فيتامين سي والزنك كمعدن، وفيتامين د، ويجي بعد كده الاوميجا 3 والتنظيم الغذائي وحاجات كتير. تمام. طيب فيتامين سي اللي هو الحاجه الرئيسيه اللي بتدعم المناعه موجود فين؟ في الاكل. تمام. انت ممكن من الاكل تاخد الكميه الكافيه اللي تكفي احتياجك اليومي، وبالتالي تبدا تدعم جهازك المناعي. يبقى مهم بالنسبه لنا ان انت يومك يبقى فيه جوافه، يبقى فيه كيوي، يبقى فيه فلفل في السلطه بتاعتك، يبقى فيه حمضيات زي البرتقال زي الاستفندي زي الليمون، كل الحاجات دي بتدعم الجهاز المناعي بصوره كبيره جدا. طيب احنا عرفنا ان كورونا لما بيجي او بيبدا يحصل مشكله، من ضمن المشاكل اللي بيعملها بيعمل مشاكل في الدم. من ضمن العلاج بتاخد حاجه لسيوله الدم عشان ما يحصلش تجلطات، ولما تعمل صوره الدم بتلاقي خلل في كره الدم البيضاء وخلل في كره الدم الحمراء، وبعد كده يحصل مشاكل في الهيموجلوبين، يبقى عندي خلل في الحديد. فيتامين سي من نعمه ربنا بجانب ان هو بيدعم المناعه كمان بيساعد على امتصاص الحديد. يبقى انت كده ضربت عصفورين بحجر. تمام. عملت دعمت المناعه وفي نفس الوقت ساعدت على امتصاص الحديد، بالتالي انت بتحمي صوره الدم ان هي تطلع نتائجها كويسه، حتى لو لا قدر الله يعني حتى لو بتعاني من المشكله ده هيساعدك كتير جدا، وده جزء اساسي من العلاج. دكتور رامي ايه الحاجات اللي المفروض ان احنا نبتعد عنها تماما، يعني لانها ممكن تقلل المناعه في الجسم؟ الجهاز المناعي بيبقى محتاج ان هو يشتغل بصوره مرتاحه، عايز الدم كله وكرات الدم البيضاء بتاعتك كلها مركزه على ان هي تبدا تقاوم الفيروسات والبكتيريا. تمام. طيب انت ايه الجريمه اللي ممكن تكون بتعملها؟ تاكل اكلات زي الاكلات الفاست فود اللي هي الاكلات المصنعه، تاكل الاكلات اللي فيها دهون مشبعه كتير جدا وحاجات من الحاجات اللي هي بترهق الجسم، وبالتالي الدم بينشغل انشغال كلي بهضم الحاجات دي. تمام. ويهمل شغله في ناحيه المناعه، يهمل شغله في ناحيه وظائف المخ، فانت بتاثر بصوره كبيره جدا. يا جماعه نبعد تماما في المرحله، يعني بلاش عشان نخس، بلاش عشان انت سلاحك دلوقتي في الزمن في المرحله اللي احنا فيها دي هو مناعتك. دور على اي حاجه تدعم مناعتك
عشان تقدر تسرفايف وتعدي المرحله اللي احنا بنمر بيها. طيب الاكل الجنك فود هيضر مناعتك بنسبه 100%، مش هقول لك 99، بنسبه 100% هيضر. الاكل الغير صحي هيضر، لو اكلت اكل يزودك في الوزن زي الاكل في وقت متاخر، اكل المخبوزات بصوره عنيفه، اكل النشويات بصوره عنيفه بالليل في وقت متاخر، ده هيساعدك على ان انت تزيد في الوزن، وبالتالي الدم هيتشغل بحاجات تانية، مش هيتشغل دكتور رامي. دكتور رامي، لو طلبت من حضرتك تديني 5 أنواع من الأطعمة أقدر منها أن أنا أزود المناعة في جسمي، وبالذات للناس اللي ممكن يكون عندهم يعني حالة كورونا في الوقت الحالي. خلينا نقول الشخص اللي هو بيدعم مناعته، الأكل هيساعده بصورة كبيرة جدا يقدم له الدعم ده، تمام. طب لو لا قدر الله شخص مصاب، بالتالي احنا مع الاكل لازم ياخد مكملات غذائيه اللي بتبقى موجوده في الصيدليات وللبروتوكول العلاجي اللي اقرت بيه وزاره الصحه. طب ايه الاكل اللي احنا هنشتغل عليه؟ زي ما قلت لك، احنا هندور على الحاجات اللي فيها فيتامين سي، هندور على الحاجات اللي فيها فيتامين د، هندور على الحاجات اللي فيها زنك، هندور على الحاجات اللي فيها اوميجا 3. طيب ايه هي؟ زي ما اتفقنا قلنا الحاجات اللي فيها فيتامين سي، يبقى انت مهم الفاكهه بالنسبه لك. خلي الفاكهه تشغل حيز من يومك. الجوافه، الكيوي، البرتقال، الليمون، لو انت هتستخدمه على السلطه يبقى احنا بنضرب عصفورين بحجر. طب نروح للسلطه، انا محتاج حاجات يبقى فيها زنك، من الحاجات اللي فيها زنك الافوكادو، ممكن الافوكادو يبقى موجود معاك على السلطه. من الحاجات اللي فيها زنك الشوكولاته الدارك اللي الناس بتهملها بصوره كبيره، من الحاجات اللي بتقدم دعم كبير جدا للجهاز المناعي للزنك، الشوكولاته الداكنه الغامقه، مش الشوكولاته اللي في الماركت. أيوة. تمام. المكسرات من الحاجات اللي بتقدم دعم كبير جدا للزنك، والزنك ليه دور كبير مش في المناعه بس، ده لا في وظائف كثيره جدا في الجسم. الالبان، منتجات الالبان كلها فيها زنك، فيها كالسيوم، فيها فيتامينات كتير جدا انت محتاجها، فيها فيتامين دي اللي انت بتدور عليه اللي هو مصدره الاساسي الشمس. يبقى احنا لو تعرضنا للشمس ربع ساعه الصبح، اخذنا فاكهه في خلال اليوم بتحتوي على جوافه، بتحتوي على كيوي، استخدمت الليمون في طبق السلطه بتاعك، اكلت بيضتين الصبح، ده هيقدم لك دعم كبير جدا للفيتامينات والمعادن اللي انت محتاجها. وجبه سمك مشوي انت محتاج ده تماما، لان انت محتاج الاوميجا 3. الاوميجا 3 مضادات اكسده، ومضادات الاكسده يعني شوارد حره اللي بتاذي الجسم هنتخلص منها. كل الحاجات دي بتدعم الجهاز المناعي. ابعد عن الاكل السريع، ابعد عن المياه الغازيه، ابعد عن الحاجات اللي بننادي بيها كدكاتره التغذيه من سنين وسنين، نبعد عنها عشان خاطر ما تزودكش في الوزن. هي نفس الحاجات اللي بنقول لك ابعد عنها عشان هل يا دكتور رامي، لو تم دعم يعني الشخص نفسه انه ياخد فيتامينات في الفتره، لو هو يعني مش مصاب لا قدر الله، انه ياخد فيتامينات كنوع من انواع تقويه المناعه او الحمايه، يعني هل ده يجوز، ولا ان الفيتامينز دي ما تتاخدش الا لما تبدا تظهر اعراض معينه؟ لان دلوقتي في اقاويل كتيره وكل الكلام بيكون عكس بعضه، يعني ناس بيقولوا ان الفيتامينات اللي بتتاخد دي ممكن تكون مضره، وناس تانية بتقول ان لا لازم انها ان احنا ناخدها، فرأي حضرتك ايه؟ اولا انا بس بناشد الناس اللي بتدور على معلومات، ارجوكوا بلاش العشوائية في اختيار المصادر المعلومة. انت عندك مصادر رئيسية زي وزارة الصحة، زي منظمة الصحة العالمية، ابدأ دور واعمل سيرش صح، تمام؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم الناس تعرف الفيتامينات حاجة يعني حاجة بتتخزن جوه الجسم. في حاجه اسمها احتياجك اليومي، ان انا جسمي محتاج في اليوم ده 5000 وحده من الفيتامين ده. انا بديك مثال، تمام؟ ال 5000 دول انا باخدهم كاحتياجي اليومي انا، فانا خدتهم من المكمل الغذائي. طب انا لو عملت فحوصاتي وطلع فيتامين د ناقصه تحت ال 20، هل ال 5000 الاحتياج اليومي ده هيساعدني؟ مش هيساعدني. وبالتالي انا محتاج اعمل فحوصات عشان اعرف الرقم اللي يعني عندي كام. يعني لازم في الاول والاخر متابعه الطبيب، وهو التوجيه يكون من عن طريق طبيب متخصص عشان نقدر نبقى ماشيين على المنهج السليم. دكتور رامي صلاح، الدين استشاري التغذيه والعلاج الطبيعي، بشكر حضرتك وبشكر وجودك معانا في ساعه مع نبال. معنا مداخلة تليفونية، الدكتور
سمير عنتر نائب رئيس مستشفى حميات إمبابة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ. حضرتك يا فندم، هنقدر إزاي إن احنا نتعايش مع كورونا الفترة المقبلة إن شاء الله؟ هنتعايش مع كورونا على إنه أمر واقع ونظام تغيير جديد وشيء جد على الحياة، ولكل مقام مقال. تمام. تعايشنا في الوقت اللي كنا فيه عندنا نكسة في سنة 67 لغاية لما ربنا أكرمنا وتعافينا واتصلنا في 73، ما أشبه الليلة بالبارحة. في عندنا دلوقتي أمر جالنا مفاجئ كارثي على مستوى العالم كله، إحنا جزء منه. العالم لن يعود كما كان. عندنا فيروس بيجتاح العالم كله بسهولة جدا بدون أي عوائق مع التلامس أو الفم، برذاذ الفم أو التقارب والتلاحم، وبالتالي الأرقام وصلت لملايين في خلال شهور بسيطة. تمام. العالم كله ما فيهوش مكان واحد بمنأى عن هذا الفيروس وعن البصمة بتاعته الشرسة وعن تأثيره على الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي والوضع الأسري والوضع في كل شيء في العالم كله، وإحنا جزء من العالم. طب مصر تتعايش مع هذا الوضع زي العالم كله ما يتعايش مع هذا الوضع. دكتور سمير، القديم أو قديمه خلص، الجديد هيكون هو اللي موجود. طيب. الناس تتعلم عدم التلاحم، الناس هتلبس ماسكات في الأماكن المزدحمة، الناس هتبتدي إنها تشوف الأعراض اللي بتجد عليها بمنتهى الحرص وتسأل الطبيب وليس تسأل مجرب. تمام. وهكذا. فهنا في سلوكيات أو أبجديات للمجتمع في العالم كله ومنه مصر، إنه مش هيرجع لقديمه. محدش يقول هيخلص إمتى، محدش يقول يا جماعة يا بتوع الطب الموضوع دور فاضل فيك قد إيه، قرينا على الفيس اللي بيناسب دكتور سمير. دكتور سمير لا، لن يعود. دكتور سمير، هي دي النقطة اللي كنت عايزة أقف مع حضرتك فيها، إن دلوقتي الأقوال كتيرة جدا. الصوت بس عندي مش مسموع شوية. حضرتك سامعني كويس؟ اتفضلي. الأقوال كتيرة جدا يا فندم، وكل ما يعني بنفتح قناة بنلاقي دكتور وبيقول معلومات وممكن تكون عكس المعلومات طبيب آخر قالها. فدلوقتي المواطن يعمل إيه في حالة ظهور أعراض الفيروس، وإزاي يتعامل مع الأمر بدون الهلع والفزع أو الخوف من المرض؟ الهلع والفزع أمر طبيعي مع الكوارث، وخصوصا لما يكون في شيء معلوماتك عنه منقوصة. تمام. لما نعرف شيء عن ما نعرف العدو بتاعنا كاملا بنبقى عارفين أوله وآخره. تمام. لسه معلوماتنا عن فيروس كورونا يعني فيها نقص شديد جدا جدا، لان الفيروس جديد وتركيبته شيطانيه ما هياش تركيبه نمطيه. وبالتالي الفزع لازم يكون موجود، وده شيء ايجابي وشيء كويس، بس الفزع الاكثر من اللازم ده اللي يبقى مرضي، ولازم نحتاط منه بالمعلومات الكامله، وننبه الناس نقول لهم ابعدوا عن المعلومات المضروبه والمتضاربه اللي قدام منكم على التليفون، كل شويه تتفرجوا عليها وتشاركوها مع بعض، نفتكروا ان هي معلومات تحت اي مسمى. بس دكتور سمير، اعتقد ان احنا في المرحله المقبله محتاجين ان يكون في زي افلام قصيره ممكن تتعمل، نوع من انواع تدريب المواطنين على كيفيه التعايش مع كورونا. طبعا كل واحد فينا يحاول يجتهد بان هو يعمل على ان هو يبتدي يذيع نمط الحياة اللي احنا هنتعامل معاه بكل هدوء، وما هواش كارثي برضه، وما هواش يعني حاجة وحشة أو حاجة تنقصنا، ان احنا نتعلم ثقافة عدم التزاحم أو النظافة أو عدم التلاحم، أو ان يكون في فراغات موجودة بيننا وبين بعض، أو ان يكون الشخص المطلوب فقط في مكانه. المحاكم النهاردة لما اتفتحت دخلوها السادة المحاميين بس بعدد محدود قدام السادة القضاة، هو ده المطلوب. لازمتها ايه الزفه اللي كانت بتيجي مع المحامي من الناس اللي موكلين معاه 20 30 نفر يخشوا في المحكمه يقعدوا فيها ويعملوا زحمه؟ لازمتها ايه كده؟ العمل القضائي تعطل؟ لا. هيطلع غلط؟ لا.
هيطلع اصح، والقاضي يتكلم بتركيز والمحامي يتكلم بتركيز. ده مثال. دكتور سمير، محتاجين الفترة القادمة يكون عند المواطن وعي وإدراك كافي عشان نقدر إن احنا نتعايش مع كورونا الفترة المقبلة. بشكر حضرتك وبشكر مداخلتك في ساعة مع نيبال. زي ما قلنا ان التعايش مع كورونا الفترة المقبلة ده من الحاجات الخلاص الطبيعية اللي المفروض ان احنا كلنا نكون مهيئين نفسنا ليها، والمفروض ان احنا يبقى عندنا وعي كافي بكل الاحتياطات الاحترازية اللي المفروض ان احنا نتبعها داخل بيوتنا خارج بيوتنا في اعمالنا، لان الحياة لازم تستمر. يعني في ختام ساعة مع نيبال حاولنا يعني ان احنا نوصل المعلومة بشكل بسيط وبوضوح، وان احنا نحاول ان نفيد كل اللي بيتابعونا ان الفترة القادمة التعايش مع كورونا، واتمنى اكون فعلا قدرت اوصل معلومه مفيده لكل اللي بيشاهدونا. خليك في البيت، احمي نفسك واحمي بلدك. تصبحوا على خير.